بوجور مروان. صباح الخير. شو كيفك سافي؟ انا منيحه، انت؟ اوه توب، احسن حالاتي دايما. شو الاخبار؟ صباح الخير مشاهدينا. اليوم رح نطبخ كمان بالاسبرج. اليوم عندنا كذا طبخه بالاسبرج. هلا اشمندر هي انترودكشن لتعمل. في عندنا ثلاث اساس اليوم. في عندنا تاليوليني with asparagus. كمان عندنا asparagus mozzarella and prosciutto bundles. وكمان عندنا beetroot goat cheese and asparagus salad. اوكي سو هيك هن رصفات شوي سريعين، حبيت نعملهم لحتى هيك كمان نعمل variation اكثر واكثر بال. بس هون عم شوف بات عملتها امبارح. هاي بات امبارح عملت sun dried tomato and olive bread. هلا كنت جايب معي وحده مخبوزه وكنت جايب عجينه خالصه. لا كنت جايب وحده مخبوزه، كنت جايب عجينه خالصه خبستها هون وعملت عجينه. وين هن؟ طارو. هلا عملت عجينه وقلت لهم المشاهدين انه اليوم اللي عملتها امبارح حطيت عليها اسبرج، حطيت بقلبها اسبرج كمان. هلا قلت لهم المشاهدين انه اليوم رح ناخذهم رح نحطهم بقالب ورح نخبزهم. اوكي سو هيك كمان مندوق. لا انا وكاتشا ما كنا امبارح، يعني كنا زعلنا منك. انا بفكر ما انا بفكر فيكم كلكم قد ما بحبكم كلكم. مش معقول، ما نحن كمان بنحبك. هلا هون شو رح اعمل؟ رح اخذها. انت كريم ونحن بنستاهل. ما في شك انكم بتستاهلوا. كان رح ياخذ كل هالعجينه حطها بالقلي. اكيد رح تطلع كثير كثير. ريحتها ما بعرف اذا انتبهتي، خميره وعجينه. فوالا ابسولوتلي. هلا هون شو رح اعمل؟ كيف جاب فوق هلا؟ لا اشمندر هولي. رح اخذ بس شوي بس هيدي البات كاتيا مع سان درايد توميتوز واسباراغس وزيتون، وفي بقلبها كثير جريير، وفي بقلبها ليكي لونها كيف هو احمر شوي، بتشوفي لونها من ال شوي جاي. هلا رح حطها بالفرن. هلا رح حطها بالفرن. بدها تقريبا طبعا بدها تقريبا شي 45 دقيقة. ما راح نلحق. بلا اكيد ما بين تيستينج وبين هذا. مارون المشاهدين يعني كثير بلتقى بناس انه مش كل الوقت تقولوا ياي شو طيب وهيك وما ادري شو، انه انا بيقولوا لي زيت الشيء بس يعني وي كانت هيلب وي كانت هيلب. هلا انا بيقولوا لي زيت الشيء طيبه يعني. هلا انا بيقولوا لي على طول بليز ركزوا اكثر على الروسات. ما تحكوا كثير بس انه مرات ما فينا يعني. بعدين دائما بيقولوا كثير قصص لازم نعملهم، نعمل قد ما فينا. ما هيك؟ هلا ما فينا نرضي الجميع كمان. هلا رح بلش. لا راضين هن بس لانه عم يشتغلوا. عم يشتغلوا مش عم بيدوقوا يعني. غيره حسد ودقيقة بدهم يطبخوها. مشاهدينا احضرونا ما تغاروا منا واطبخوا مثلنا. اولا لانه عم نعلمكم كل شيء. في شغله هلا بدي احكي عنها على الفيسبوك بيج، ما بعرف شو بدي اسال. في كثير مشاهدين بيعملوا اكل وبيحطوا صور، بس لفتني كثير واللي بيسالوا لفتني كثير في جيل كمان بيسالوا. في كوب قاعدين بنوروي بعتقد. اذا بتفوتي على البيج بتشوفي حاطين حتى صور لكل شيء عاملينه. Unbelievable. يعني أنا لما طلعت عن جد I was very proud. اسمها ريتا همفري وجوزها ناسي شو اسمه بصراحة. اوكي بس بتذكر اسمه. يعني عم ينفذوا كل عم ينفذوا. كاتيا ما بتصدقي كيف منفذة الوصفات، كيف حطتهم بالفيرين، كيف عملها ديسبلاي على ستاندات، كيف عم تعزم الناس. Unbelievable. والله العظيم. That's cool. طيب نبعث لهم تحية كثير كبيرة ولكل المشاهدين بكل أنحاء العالم. نعرف إنه كثير كثار تحضرونا. هيدا الشيء بنعرفه من الفيسبوك كمان. ايه عن جد فعلا. شو هالوسيله مش معقوله. كوميونيكاسيون مش معقوله. حطينا زيت زيتون. هون رح بلش ثلاثه. رح اعمل وصفه فيري سمبل، عن جد فيري سمبل. رح اعمل هلا اول شيء رح اقلي الثوم لحتى تطلع فرجنت نتفه. ما رح اتركهم لكثير وقت. عرفتي ليش؟ ليه؟ لانه الزيت ما بيحرقوه. تقريبا وراح كمان عندي هيدي هون عظيم، عندي شوية البيض الابيض حدي رح حضر عملية البيض الابيض حتى هون تنطفي. شو بدي اخذ؟ بدي اخذ هيدي ولا هلا رح شيل تومات. اوكي بقدو هالقد بزيادة. رح اخذ هيدا البصل حطهم كمان قليهم شوي صغيرة مش كتير.
مهم النية. أصل النية. رح أرجع أخذ ميد أبيض بسرعة. عرفت ليش؟ أنا 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 أكيد عرفت ليش. أوكي. بس لحتى يضل عندي طعمة البصل هيك ما بديها كثير مطبوخة، ضل الطعم الكريو شوي. صح. زيت الوقت بكون قليتهم، رح أعمل ريدكسيون هلا للمبيد والبصل مع بعضهم لحتى تصير النتفقة سك. وبالتالي رح أرجع أحط معهم الأسبرج، هون عندي أسبرج أبيض وأسبرج أخضر. كيف قصقصتهم؟ قصقصتهم قصقصتهم بهيدي الطريقة، بس لو خليت التب تبعهم، هو التب تبعهم يحني هون. أوكي. أخذتها باخذها للأسبرج، بشيل الكعب القاسي الودي، هيدي بحطها هون وبرجع. وبقصها جوليان. اوكي. هلا انا قصد ما قليتها، ما بدي قليها، ما بدي قلي كثير اسبرج. رح احط نصهم للاسبرج بعد شوي مع الكريم فريش. والنص الثاني ستاف رح احطه اخر شيء لحتى يكون عندي اسبرج كوي اكرو بال يعني بيطلع عندي تاليوليني. رح اعملها انا لينغويني بلوتو، ما جبت معي. رح اعملها تطلع عندي لينغويني مع اسبرجوس كريم صوص رو اند كوكت. اوكي. يا حيي هيدي هون حتركها. انا بفضل اللينغويني. ما بعرف شو عندي صاير. خلي انقل التناجر. هي لهون، هي لهون، اب هي لهون. هيك هي بضل على ايدي اكثر. هلا اول شغله رح اعملها، رح اسلق الاسبرج بهيدي المي. انجا بعمله بلونشير، برجع بحطه بمي مسقعه ليبرد كله سوا. عملنا اول 100%. رح ارجع اسلق اللينغويني بزيت المي. سو أوكي. كمان بكون عندي اللينغويني فيها معتصله بطعمه الاسبرج وفيها طعمة الأسبرج اللي بدي أحط عليها. أوكي. هون شو رح أعمل؟ هي نطرة لتصير سك. هلأ في عنا شغلة، أنا كان لازم أحضر حالي بخشبة تانية هونيك، ما رح أحط خشبة، رح أعمل شيء تاني. رح أخذ كلينج فيلم أحطهم على الطاولة لحتى أقدر لف الأسبرجوس باندلز. رح نعمل الأسبرجوس باندلز أكيد هودي بعد ما نسلقهم نعملهم بلونشير على الأسبرج. أوكي. ومن بعدها نرجع بنقلع لنعمل سلاد اللي هي شمندر. هيدي عم تغلي بحطهم؟ نونو مش هدول، مش هدول، مش هدول، هدول ما بدي اغليهم، بدي احط هدول عملي معروف. أوكي. هون عندي اسبرج ابيض واسبرج ابيض كمان، اسبرج اخضر رح احطهم كلهم ورح احط هدول كمان تيبس. اوكي. اتركهم هلا يغلوا شوي، المي مني كثير مملحه. فوالا. هون عم كمان عم بحضر حالي مشان اقدر بعد شوي بلش اعمل، بس بدي بلش بالاسبرجوس باندلز، بلش فيهم مثل ما لازم. هي رح نحطها هون. اوكي. هلا بيرفكت. هيدي هون، هيدي هون. لهون رح سقط مع المبيد اللي عم بيغلي. هول ال الاسبرج. الاسبرج اللي رح تقريبا ثلاث ارباعهم. اوكي. اوكي. ابيض واخضر. ابيض واخضر، رح خلي الباقي لحطهم اخر شيء مع الباستا. اوكي. هيك الباستا تيقرقشوا. قرقشوا. ما عندي كبير اكرو، هي اللي هي قصدته. لحتى قرقشوا 100%. بعقد. هو رح اترككم فيري سمبل ريسيبي مشاهدينا. شو هيني لحديد هلا؟ هي ما بدها شيء بعد، حط لها ملح وبهار وكريم فيت بارميزون. ذاتس ات. كريم كمان. ايه اكيد. هلا فينا نعملها بلا كريم، انتبهي ما ضروري نكون فيها كثير كريم. في اعملها باز كريم تومات، في اعملها باز بس اسبرج وويلد اوليف وثوم وزيت زيتون. اوكي. بس بدي اعمل شوي مثل بيستو. صح، بس بدي اعمل اكثر. هلا فينا نعمل بيستو اسبرج اذا بدنا كمان. كمان. ابسولوتلي. هون هودي اتركهم شوي يغلوا. اكشفها شوي. أوكي. هلا مين وايل. اوكي. بلا شو يمرقوا الانجريديون. هلا حني هون، هون هون شو رح نعمل هلا؟ هون رح اعمل هلا نوت الاسبرج اللي خلصوا، عامل بروشوتو، رح اعمل جامبون، جامبون مع موتزاريلا مع حبق. هيدا نقص الحبق، اخذ الحبق هلا واقصقصه النتفه. بندلز يلي هي شغله كثير هينه وبذات الوقت كثير هيك اوريجينال وطيبة. رح احط الحبق هون، رح اخذ الموتزاريلا حيبها لعندي، رح اقصها بهذا الشكل، كل وحدة رح اقصها لأربعة. كثير بحب الموتزاريلا، فريش موتزاريلا. من اطيب الاكلات السلطات عندي. تكرم عيونك. ها عن جد. يلا ميرسي. هلا لك. بعد لحظة لحظة بدنا ناكل مضبوط. ها اوب، وقعد تشجع حالك بس انا ما خصني. عم تعملي كاتيا. هيدي وحده كمان لا كاتيا. بالصحن هون هون. كان بدها ملح. لحقنا ما لحقنا.
كنت مستعجلة. ولا دايما على السريع شوكة. هلا سيرفيس سيرفيس كامل مدام ولا اوكي بيرفكت. هون شو صار عندي هلا؟ هون راح ياخذ الكريم ستيف وحطها مع قبل الكريم. في شغله بدي اعملها، شغله اساسيه. بهار وملح؟ لا هيك شو سبانخ. ياخذ هون الابينار هيك على البلدي. هيدا هلا زبطت. حطهم هون. اوكي ياخذ هودي الكريم يفكر يحط. حطهم هون. هلا بيرجع رح جيب هيدي شيل الاسبرج فارو بلانس الاسبراغوس بكفيني. حطهم بمي وتلج. اوكي مي وتلج. شفتي لون لون المي شو صار ستيف؟ لون المي صار عنا. بدنا نسلق المعكروني بهالمي. بدنا نسلق المعكروني بهالمي 100%. هلا هون رح بلش انا نكب الاسبرج مع النكهه. شو عم نتسلى نحن مثلا عم نطبخ. هون رح احطهم على جنب. هيدي رح شيلها، هودي رح احطهم هون. بعتقد مشاهدينا كلهم اكيد عم يتابعونا. شو عم نعمل؟ ما بدي ضيعهم انا، بس بدي يكون فوالا هون. رح اخذ هيدول حطهم هون. ايه هيدي هون. فوالا سي لا في. سي لا في. اليوم شب خالد رح يكون باكس فاكتور عشية. اوكي اي لاف ات، بحبه كثير. عم نعمل له دعايه سي لا في. فوالا هلا هيدي هون. هلا هلا جاني بالشرب الخبيث علي الموسيقى. شفتي هلا ناقصنا امين يعمل شوي سبور بهالميوزيك. شفتي ليه بحبها الام تي في؟ فرجينا عم نعمله دعايه لشيف خالد هلا عشية رح يكون باكس فاكتور. اول هو رح يعمل لنا دعايه باكس فاكتور. رح نقول له ياك معنا. كنا عزمناه يجي ياكل. هون شو رح اعمل هلا؟ بدك تنشفهم؟ نو ام فاين. اي يس 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 يس. هلا رح اخذ هول اسبرج بهالشكل. فوالا رح اخذ هدول بهالشكل. رح قصب النص. رح قصب النص. مارون فيني حط بهار؟ فيك تحطي بهار نعم. ورح انا اجيب بعد شوي ابيض ولا اسود بدك؟ لا بفضل بهار الاسود اذا شيء. اوكي وينو؟ ولا كريم بدي بعد شوية كريم. ايه لانه عندي بات. رح سلمك البات لإلك ستيف تحطيها اذا بدك هون. رح يطلع بات بدي البهار الاسود. هذا بهار اسود لإلك. هلا شو رح اعمل؟ رح اخذ الجامبون الحنه وحده ورا الثانيه. اوكي رح اخذ اسبرج بهذا الشكل. واو رح اخذ قبل هيدي هيدي. لازم تعمل زوم شربل هيدي هون هيك. رح اخذ حط عليها حبق. اعطيني اياها بليز. رح احط عليها شوية زيت زيتون. ولي مانجي نو نو بدهم ينطبخوا؟ وي عم تمزح؟ نو بس بيتاكلوا كري. اكيد طبعا. هلا هي برجع باخذها وبلفها بهذا الشكل. بقصد انا حطيت اسود او اسبرج من اثنين. هلا رح لف كذا وحده رح احطهم حدي يعني. هون هي اول وحده. هلا ثاني وحده. هلا رح اعمل وحده اعمل اثنين اعمل ثلاثه وهيدين اربعه. اوكي اوكي رح اخذ هلا الاسبرج ارجع. اكيد الكعب اللي عم شيلهم ما بكبهم بخليهم. هلا اوكي ترجع قرب. رح اخذ بعد وحده خضره. رجع قريب قريب وبعد. هلا هون حطيت اثنين خضر. هون رح احط اثنين بيض.
اوكي وحده خضراء هون راح احط اثنين خضر وحده بيضاء هذه فينا نغطيها وهيدي راح ادملها بالعكس بهيدي الطريقه مع هيدي برايي اربعه كثير منيح وبكفونه هيدي المي شو بسقط الباك؟ هالمي بنسقط الباك لنملي ما فينا نسقطها وبنعملها تحت الهواء حتى ما عندنا مشكل نلتهي فيها لانه اكيد المشاهدين بيعرفوا كيف بدي اعمل البات شو بدك؟ انت قادري يو ار ذا بوس نعملها قبل التيستينج هيك بنكرها طازه ايه نعملها قبل التيستينج اوكي هيدي كثير منيح هون وكمان ما بنلتهي فيها بنلتهي شوي بالسلاد وباللي عم نعملهم بفضل هيك احسن عندنا ست دقائق بعد اوكي فيري جود هيدين هيك اوكي بعدين سو بكون صار عندنا طبخه بالاسبرج هيدي شو رح تعمل فيهم تحطهم هلا رح اعملهم بان فرايد اول شيء نعم مع اوليف اويل واو. وبعدين رح ارجع حطهم حط على وجهها كمان موزاريلا وفوتها على الفرن بعد بدي وحده شو رايك نعمل وحده بعد بايلي للسلاد بايلي منيح للسلاد يلا هيدي وحده بعد اوكي هيدي هون هيدي هون اب بس انا بهمني يكون عندي وقت لخلي السلاد بس بالرجي ست دقائق 5 minutes 5 minutes I'm fine اوكي هيدي رح احطها هون موزاريلا كمان بهذا الشكل واحدة اثنين ثلاثة واحدة اثنين هيدا واحدة بس هون بدنا نكون شوي اكيوريت يعني عرفتي؟ ايه فوالا زيت زيتون ملح تخيلي طعمتها كيف بدها تطلع ملح الملح هو بس مشان استر والجبنه والموزاريلا كان ابدا ما هون رح احط عليها خلص بكفي ملح هون اوكي بيرفكت هيدي رح اعملها تكيلا بهذا الشكل علوا لنا الميوزيك بالاستوديو شوي تعملوا معروف هي يعني ولا بعد ولا مينيمو هيدي شوية امبيونس هيدي بدي اعمل لها اكستنشن صغير لانه صغيرة لانه الجامبون ولا هيدي مش زعبرة مشاهدينا بس عم نلف عليها عرفت هيدي اكستنشن هلا على المودة الاكستنشن الشعرات ولا ما بعرف شو السنساسيون ولا انا ولا مرة حتى اكستنشن اوكي هودي رح خليهم هون هلا برجع لهم بعدين كثير منيح اوكي بان فرايد بنرجع نحطهم بالفرن بان بس ما بدهم كثير وقت نو هلا هيدي صارت هيدي صارت ما بدها شيء بقى رح احطها على جنب بدي اعملها بس سيزنينج اوكي رح احط هيدي المي هون شو بدك تعمل بالسالد هلا رح اعمل السلاد رح اعمل السلاد رح ارجع زيحها ثاني ميل اوكي مع ما بدك ال شو اسمه شمندر؟ نعم برا رح اجيب لك اياهم ياي شو تقال رح نعمل شغلة هيك مهضومة كمان ايه بالسلاد رح اخد حستعمل هيدا الجات لانه هيدا لونه شوي على بيربل كمان سو ما بيطلع كثير حلو مع الشمندر صح؟ هيدا بيعمل كوت مش معقول مارون صح هون اهم شيء لما اشتغل بالشمندر كمان يكون عندي حصل خير هيدا انا شباب يكون عندي كفوف مشان ما ايدي يصيروا كثير على الشمندر الدريسنج تبعها رح يكون للسلاد مبدئيا وين ثاني سكين يا حول عارفة انا بحب كثير على طول بس اشتغل ابو عجقه رد القصص مع هلا هون شوف شو هذا بالشمندر هسا هيك وهيك 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 انا بحس بيلبق مع الشمندر فينيجر اكثر من الحامض رح نعمل صوص بالفينيجر رح نعمل نحطهم هون هيك كلهم هلا اوكي رح هيك عم بتركها للحبه از از يعني ما عم بصلها لراسها لحجت ولا كعبه ليش؟ لانه بدي هيك يكون عندهم الشكل ال شو؟ الوجه كثير جبلي كثير هيك بقولوا عفوا اذا بدك شغل بيت بحب شمندر صرنا اثنين
اليوم انا امبارح اشتريت شمندر اليوم سلقتهم الصبح. انا رح اعمل اسبوع مش اسبوع الجاي اللي بعده، اسبوع الجاي مسافر. لوين رايح مارون؟ رايح على فرنسا، في عندي سيمينار يومين مع دون بيرينيو. واو. هو السيمينار للشامبين اند فود ماتشينج. واو. شامبين في جاي شفيه من كل العالم اكيد. وانت من لبنان؟ انا رايح من لبنان، يعني عندي انفيتيشن. ثانك يو. فهدول كلهم رح احطهم بهذا الشكل. ولا تكرمي رنا. شفتي كيف عم بحطهم ستاف كلهم؟ ايه كثير عادي. اجمل هلا، لانه ليه اجمل؟ لانه شوفي لما بدنا نكفيها هلا كيف بدنا نخلص عليها. اوبس مطرتش حالك. يلا اعطيني بعد دقيقة. شو خلص الوقت؟ بدنا دقيقة منك تاتيانا. هلا بنكفيها تحت الهواء. على كل حال في المشاهدين يشوفوها برأيك. شو رأيك؟ لأنه رح يشوفوها المشاهدين على جميع الأحوال كيف رح تطلع. اوكي اتفتلا. كاتيا يا كاتيا شوفي شو عم بيصير يا كاتيا. ناخذ وقت نتفرج شو بدنا ناكل. ندوق عملنا بعدين. هيدي البرزنتيشن اي لاف ات. ها هلا هيدي سلاد موتزاريلا. هيدي سلاد بعرف هي شو مع وورم بروشوتو اند موتزاريلا بندلز. يلا سيف بندلز ما بندلز سلاد بلس لازم يكون اسمها او شيء هيك. هي ماشي هيك مثل ما هي يعني. وهيدي سلطه هون بالخطيه طبعا. بس تتشوفوا كيف عملها زيد عليهم اسبيك صح وبصل اخضر وحط كمينة لبنة معزة. هيدا اسمه لاندسكيبينج او مينياتور. هيدا اسمه بوزيتيف فايبز. يعني بس تشوفي هيك صحن ما فيكي ما تبتسمي وتفكري بس بالاكل والقصص الحلوه بالحياه تقولي ثانكس جاد عندنا مارون جديد بتعمينا كل يوم شيء طيب. شكري ربي. يا حيه ليكي شكلها بجنن صار. انا مش معقول. اياهم بلشوا تعملوا التيستينج. يعني فيك تصوري بس شي صوره قبل ستاف الله بيخليكي. صوروا صوروا عم هالكون بندوق بعدين لانه اكيد كثير طيبين بس ديعان المنظر. يا حوة حط لك اياهم قدامك بهالوقت. انا الباستا يا حية هون خلصت مع سلقت المشاهدين اللينغويني تحت الهواء مثل العاده. هلا عم بحط بصل؟ هلا لا اخر شيء هيدي عم بحط اسبرج. اسبرج هلا هي لينغويني مع اسبرجوس كريم كريم صوص كوي اكرو يعني يعني ني ومطبوخ. هلا بما انه هون بقي عندي كمان مي اللي نزل الموتزاريلا وزيت الزيتون اي بريزيوم انه هودي بيطلعوا بياخذوا مع الباستا. هي يلا اعطيني صحتك. انتوا بلشوا بالتيستينج انا بكون خلصت الباستا. ما بعرف انا بدي بلش من هون. انا هي فوالا يا حيه. مع انه انا الخبزه الخبز يلي اكثر شيء اخذ لعقلي. الخبز يا حيه خليني افضي الخبزه على الهواء كمان هيك بشوفوا المشاهدين. يا حيه مؤكد رح تنزل؟ ايه اكيد رح تنزل. عجبتك هيدي البرزنتيشن؟ اعطيني سكين. طبعا بدها تنزل. واو يا حيه. واو هلا هلا اكثر شيء بكون بدها طبخ يمكن بعتقد بعد اذا ما طلعت لانه امبارح اذا ما طلعت بكون ما طلعت ما في مشكل. يلا مش غلط. ثواني اوكي بدها طبخ بعدها شوي بدها شوية وقت بعد بس بيسكلي ذيس از ات. مشاهدينا خلص وقتنا لليوم. انا برجع بشوفكم نهار الاثنين. بتمنى لكم ويك اند بياخذ العقل. نحن بدنا نكمل اكل بياخذ العقل وبياخذ العقل. ثانك يو مارون. كاتيا بنرجع بنشوفك الاثنين صحيح ان الله راد رح نكون سوا. بنشوفكم الاحد. الاحد كمان اوكي الاحد لكينا. يلا بيزو بو ويك اند. ما تنسوا البسمه. باي باي.